والحوار. فلكم الكلمة أستاذنا الجديد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة المحترم، السيد وزير مكلف العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني المحترم، السيد رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية السيد فؤاد أبو علي، السادة رؤساء الجمعيات، حضرة السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته. يسعدني في افتتاح أعمال هذا المؤتمر والمؤتمر الوطني السادس للغة العربية الذي ينظم الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب أن أحمل إليكم جميعاً تحيات مكتب منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار، وأعتذر واعتذار رئيسها الدكتور مصطفى زباق الذي حالت التزامات طارئة دون حضوري في هذا المؤتمر المهم حول اللغة العربية والسياسة التعليمية بالمغرب. ولا يفوتني باسم المنظمة أيضا أن أشكر أخينا الدكتور فؤاد أبو علي دعوته لنا، مؤكدا تميز التعاون المتواصل بيننا. حضرة السادة والسيدات، استنادا إلى أهداف خطتها الاستراتيجية، فإن منظمتنا لا تعد اللغة العربية مجرد وسيلة من وسائل التواصل ووعاء للمعارف، بل هي إلى جانب ذلك مقوم أساس من مقومات البناء الهويات للأمة، وعامل فعال في التطور التنموي والحضاري والتماسك الاجتماعي. ومن هنا فإنها تعتبرها من الكائنات التي تحكمها شروط النماء والبقاء وتخضع للقوانين والتقهقر والفناء، فهي ترتقي بفعل قوة المجتمعات الناطقة بها، وتنكمش بفعل انحطاط جهاز مناعتها وقدرتها على النهوض بها. لذا نقول فمكمن قصور أدائها الحضاري فينا لا فيها، مصداقا لما قال الشاعر حافظ إبراهيم: أنا البحر في أحشائه الدر كامن فاسأل الغواص عن صدقاته. من هنا نقول بأن اللغة العربية تحيا بالإنسان، ونقول أيضا بأن الإنسان يحيا باللغة باعتباره كائنا مجتمعيا يحيا مع الآخر وبالآخر. ويدعونا هذا إلى القول بأنه إذا كان الحق في الحياة من الحقوق الأساسية التي أقرتها الشرائع والقوانين الدولية، فإن اللغة العربية يجب احترام حقها الهوياتي، حقها القانوني، وحقها الحضاري، وحقها الإيماني. لهذا ندعو إلى تجريم من يغتصبون هذا الحق. وإذا كانت اللغات المتعايشة من اللغات التي لا تحمل عقدة الاستعلاء والهيمنة وتحمل قيما إنسانية وحمولة حضارية، فإن الصراعات التي يتاجر بها البعض هي صراعات جهالات لا صراعات حضارية. من هنا ندعو في منظمتنا إلى احترام التنوع والاختلاف والاستفادة من العطاءات الإيجابية لكل اللغات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتور مصطفى حفيظ.